السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم واحد طريقة زوينة اللي هي كيفاش تخلصوا من هاد الفراغات اللي ما بينزليش كما كتشوفوا في الصورة، اللي كتكون بعد ما قمنا بالأشغال ديال الدار بالإصلاحات ديال القابس والصباغة إلى غير ذلك، كتكون عمرات بالبقايا ديال هاد الإصلاحات، وبالتالي ما كيبقاش كيعطي هذيك الجمالية الأرضية ديال المنزل ديالنا. باش نقوم بهاد العملية غنحتاج لصباغة سكوتش وفرشاة. كنحيطو هاد الفراغات ديال الزليج بالسكوتش، هكذا كتساعدنا باش أننا نقوم بالصباغة ديالها من غير أنه ما تعيش لينا الصباغة في الجنبات ديال الزليج. ومنين نقوم باللصاق ديالها نحاول أننا نضغطو عليها بشكل جيد. انتهينا من وضع اللصاق، ندوز الآن لمرحلة وضع الصباغة. نختار هذا اللون التبي إن شاء الله، نتمنى يعجبكم، عطا واحد الشكل زوين للزليج من بعد ما ضفتو ليه. انتم غادي تشوفوا إن شاء الله في النهاية كي غيكون الشكل. والآن نبداو بالطيلاء ديال الصباغة لهاد الفراغات. والآن بعد ما انتهينا من وضع الصباغة نقوم بنزع اللصاق للجهة الأولى، لأنه يعني الجهة الثانية إن شاء الله غادي نبداوها في المرحلة الثانية. الآن نقوم بوضع اللصاق للجهة الثانية، الجهة المعاكسة للجهة الأولى اللي قمنا بالصباغة ديالها. نوضع على اللصاق بنفس الطريقة اللي درنا في المرحلة الأولى.
وفي الأخير نقوم بصباغة الجنبات وتهما بنفس الطريقة، يعني نوضع السكوتش ومن بعد نقوم بوضع الصباغة بنفس اللون اللي درنا به الأرضية. كما كتشوفوا كنحصلوا على هذه النتيجه هذه النهائيه. كما كتشوفوا ني الثلج كيتبدل الشكل ديالو، كيولي يبان في حله جديده. عوض اننا نبدل الثلج كامل، هذه فكره بسيطه، يعني كان التكلفه ديالها كذلك تكلفه بسيطه، وكنحصلوا على نتيجه مزيانه كيف ما كتلاحظوا الفرق ما بين كيف ما كان في الاول وكيف ما اصبح الشكل ديالو بعد ما قمنا بالصباغه ديالو. ونتمنى تعجبكم هذه الفكره وجربوها ان شاء الله، راها مزيانه ان شاء الله تعجبكم.